بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا السادس والخاص بالإذاعة القعدان هنا إذن من هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقات الصباحية وفي هذه التحديات هنا على أرضية هذا الميدان الذي نتابع فيه هذه التحديات، نتابع فيه هذه الانطلاقات وتحديات الجميلة. نتابع صدارة والمقدمة والمركز الأول والمنطلق بهذه الانطلاقة شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من يأتي على صدارة وعلى المقدمة والمركز الأول، بينما المركز الثاني هنا سلهود على المركز الثاني. سلهود هنا المنطلق لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة وبطي طارق بن مبارك بالقوبع في التضمير، بينما المركز الثالث هو المنطلق شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. ربيع مراكزنا يأتينا شاهين هنا مندفعا بهذه التحديات من هجن ند الشبه بمتابعة سالم بن سعيد في التضمير، وهنا شاهين سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك نهيبي، من ينطلق على المركز السادس والمركز السابع. يأتي شاهين على المركز السابع من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي منطلقا على سابع المراكز. المركز الثامن، المركز الثامن والقادم بهذا الانطلاق عنيد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة عبيد بن محمد بالضبيعة الاقتبي، وصل شاهين هنا مندفعا بهذه الانطلاقة من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع ذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل. هناك المنطلق، هناك هملول وكذلك هملول هنا بهذه الانطلاقة من هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، دعناها على حضارتكم بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شاهين المندفع في صدارة هذا الشوط هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط يبحث عن نقطة أخرى من نقاط هذا الصباح المميز الجميل، بينما هنا سلهود على ثاني المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة هنا مضمر الشرق الأوسط فارش بن مبارك بالقوبعة من يقدم على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز وصل شاهين، وصلت هجن زعبيلي بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة مع المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يأتينا على المركز الثالث ورابع المراكز شاهين لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي، خامسا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من يأتينا على خامس المراكز مندفعا منطلقا هنا بهذه التحديات الجميلة هجن ند الشبه القادمة هنا على سادس المراكز بهذا الانطلاق الجميل هنا مع سالم بن سعيد. شاهين يأتينا سابعا هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ثامن المراكز المنطلق عنيد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بالضبيعة، وعلى المركز التاسع يأتي هملول، وعاشرا كذلك هملول هنا باندفاعة هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، هنا قادمات بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة بعد نداؤنا الثاني لمراكزنا العشرة الأولى هنا في مسيرة شوطنا السادس هنا الخاص بانطلاقة وتحديات القعدان
هناهقنا أصحاب السمو الشيوخ بهذه المسيرة للخمسة كيلو مترات. نعود إلى صدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شاهين المندفع على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة من هجن العاصفة بمتابعة غياث. هنا غياث من يأتي بهذا الانطلاق، غياث الهلالي مندفعا منطلقا بهذه التحديات الجميلة، ولكن أرى شاهين من الجانب الآخر، شاهين القادم هنا من هجن زعبيل بمتابعة وانطلاقات وتحديات راشد بن محمد بن سعيد بن مروشة. افتتحنا الكيلومتر الأخير لهذا المضمار بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. ثالث مراكزنا، أرى هنا شاهين على المركز الثالث لسمو الشخصي بقريب سيف أنا نهيان مع سعيد بن مبروك الوهيبي. هنا القادم هملول من هجن الرئاسة مع حمدان بن محمد بن مروشد، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، على المقدمة. هو شاهين ينطلق بنقطة أخرى لهذا الشعار بهذا الصباح المميز الجميل. هنا هجن زعبيل تنطلق بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول مع شاهين، هو انطلاقة جميلة رائعة، اندفاع رائع وجميل هنا بهذا الانفراد الرائع مع شاهين على صدارة، شاهين على المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا، تهانينا لهجن زعبيل هو مالكها. هنا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المتألق ومحمد من يقدم هذا الانطلاق وهذا التحدي الرائع الجميل، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشة. تهانينا هو ناموسي على هذا الأداء المميز الجميل. ونقطتنا نعم الثانية في هذا الصباح، يصل إلى خط النهاية. هنا شاهين معلن الفوز ومعلن الناموس، بينما المركز الثاني هنا القادم في هذه اللحظات هنا بانطلاقة هملول من هجن الرئاسة، المركز الثالث شاهين، هجن العاصفة، المركز الرابع شاهين سمو الشخصية بخلفة بسيف آل نهيان، خامسا يأتينا هملول من هجن الرئاسة. هذه هي النتائج لمراكزنا الخمسة الأولى المنطلقة هنا باحثة عن الفوز وعن الناموس. أعلنت هنا أيضا التحديات، نتابع التوقيت الزمني، وهنا 7:45 أربعا من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الأفضل الذي يسجل تحت أقدام شاهين. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الفوز المميز الجميل. هملول من وصل ثانيا هنا ب7:54 جزء واحد من الثانية، التوقيت الزمني هنا أيضا لهملول هجن الرئاسة بمتابعة وانطلاقات دام بن محمد بن سعيد بن مروشد 7:54 أربعة من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني لي أيضا انطلاقة شاهين من هجن العاصفة مع أيضا غياث الهلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية